السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفة ديال الكسكسو من أم عبدو. دابا غنصب معاكم، بسم الله توكلنا على الله. غندير اللحم ديال البقري، لحم البقري تيطيب دغيا بحال ديال الغنم، زوين هو تيطيب. بسم الله. شي بنات في الكومونتير طلبوا مني كسكسو ديال السميده، اليوم غنصاوب معكم كسكسو السميده، وتابعوا معايا. كنتمنى يعجبكم وغير جربوه وما تخافوش من السميده. داكشي اللي درت لها غديروا لها ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. البصله، جوج بصلات كبارين درتهم غلط لحقاش البقري، فاش يكون هذا اللحم الدجاج كنديرهم رقاق رقاق بحال هكا، وفاش يكون البقري بحال هكا باش بحرا يجيو معاه، بحرا يجيو مع الطياب. الحمص فاش يكون الدجاج كنسلقوه بوحدو، وفاش يكون البقري كنلوحو معاه الحمص. هو رطبتو في الماء، والعطريه البزار، البزار هو اللي كيصاوب كسكسو الخضره، البزار والخرقوم والسكينجبير، ثلاثه ديال الحوايج اللي كيدارو فيه. والملحه كديري ملحه في خضره باش يجيك بنين، كتكون المرقه ديال اللحم مالحه، واني فاش ديري الخضره كيجي هو هذاك، وكتجي البنايه هذيك وضمت البنات. البقري البقري كيصاوب حتى هو كسكسو. هاد العطريه اللي دير البزار يكون بزاف، الكسكسو كيبغي البزار، اللي بغات الكسكسو يجيها زوين البزار. وضمت البنه، كدير حتى هي البنه ديالها. غنديرها كلها حيت غندير الخضره. وغندير الزيت البلديه، وغنصاوبو بالحليب. واللي ما كيزعمش على الحليب غير يدير الحليب، راه الحليب كيجي به كسكسو زوين وكيجي من داك. دابا غندير له الماء، غندير له ما نيشان والبقري، غادي ندير له شويه ديال الماء هكا حقاش البقري كيهز الطياب. غندير له هذا الماء وندير العافيه متوسطه، ونبقى نراقبو كل مره نحل نشوف واش طاب، واش خسروا المرقه، واش والمرقه ما خصهاش تكون كثيره بزاف، نرمي الخضره طيب. المهم دابا غندوز نصاوب السميده باش نديرها تفور. نص كيلو ديال السميده الغليظه وصفراء وزوينه نقيه، انا غندير نص كيلو. ها هي نقربها لكم الكاميرا، غليظه شويه كتجي بحال الكسكسو. ها هي غليظه وهي رقيقه، فاش تفور كتولي كسكسو نيشان. نص كيلو غندير هنا السميده الغليظه، وغير زعموا عليها ما تخافوش. راه بزاف اللي كيقول لي ما كنزعموش على السميده، راه بحالها بحال الكسكسو، راه ساهله للتفوار، ساهله لكلشي. كدوزي لها اليد كتنقيها الا فيها شي حاجه، حيت كتجي من الحانوت كتنقيها هكايا حتى ما تلقاي فيها حتى حاجه. وكديري لها شويه الملحه والزيت، زيت المائده، وكنبسبسها مزيان وعاد نديرها تفور. بعد ما طاب الماء في البرمه، غادي نجيب دابا الكسكاس وغندير فيه السميده ونخليها تفور الثمن ديال نص ساعه، نص ساعه وهي كطيب، وعاد نصاوبها معاكم.
دابا غندوزو الخضره نقردوها. غادي نقي خيزو هو الاول، والكسكسو السميده راه كيجي زوين، السميده والحليب دابا راه بجوج طلبوهم لي المشاهدين، السميده وكسكسو الحليب. اليوم غندير لكم الكسكسو بالسميده والحليب، والحليب غير زعمو عليه. شحال من واحد تيقول لي، شحال من وحده كتقول لي راه الحليب كسكسو الحليب ما عمري كليتو، كيجي زوين وكيجي بنين. وكسكسو السميده كتقول لي ما زعمتش على السميده، غير زعمي عليها وطيبيها راه كتجي زوينه، غير تابعوني وراه غادي يجيكم كل شيء زوين ان شاء الله. دابا غادي نقي الخضره. عندي هنا الخضره ديال الكسكسو، خيزو المكور، اللفت، جوج بطاطات، والقرعه الخضراء والقرعه الحمراء. دابا غنقردهم وان شاء الله نرجع معكم نصوبوا السميده. ودابا من بعد ما طابت لي السميده غادي ندير لها الماء بحال الشكل ديال الشعريه ديال التفوار. ها هي طايبه، غادي نديرها هنا فوق زلافه وغادي نخوي عليها داك الماء اللي درت من تحت باش تفور. غادي نخوي عليها الماء مزيان، وهادي ديال البديع ماشي الزجاج، ماشي الميك، ماشي بلاستيكه، ديال البديع. ونخوي الماء مزيان هاكا، السميده كامله يوصلها الماء. كنخوي الماء مزيان وما تخافيش، غير خوي الماء وما تخافيش على السميده، راه من بعد كتولي كل حبه بوحدها، وكتحركيها بالمعلقه باش يدوز داك الماء دغيا. كديريها فوق البرمه وتحركي مزيان، كتحركي وكديري واحد الغله يكون طايب ولا الماء من الدوش ولا هذا، كتزيدي الماء في البرمه حيت داك الماء شرباتو السميده. كتحركيها مزيان باش يتصفى منها الماء، وكديري الماء اللي يبقى كترديه في البرمه وتزيدي عليه الماء غليان وترديها تفور. وكتجي كسكسو السميده كيجي بحال الكسكسو، كتجي حبه على اختها. والبلاستيكات البرمه عندي ديال الامينيوم كندير لها ميكا باش ما تخرجيش، تخرج الفوار باش دغيا يفور تفور السميده. وغادي نردها دابا طيب، ومن بعد فاش طيب ونرجعو عاوتاني. وهنا فاش ردها طيب من بعد ما درت لها الماء كنبقى نحرك شويه، هي فاش تبدا تفور فاش نشوف الباخ تيخرجوا منها كنبدا نحركها. ها هي واخا درت لها الماء هي ولات بحال الكسكسو. ما تخافيش تخسر لك ولا شي حاجه، غير خوي عليها الماء طايب وترجع بحال الكسكسو نيشان. دابا التفويره الثانيه ديالها هادي، بقات لنا تفويره وحده، ثلاثه ديال التفويرات اللي كندير لها صافي. دابا غادي نطلقها وغندير لها نص كاس ديال الماء، صافي نص كاس ديال العنبه، ما بارد الماء بارد، نص كاس ديال العنبه والملحه درت لها في الاول
ودوقي الا خاصها الملحه حيت كتغسل بداك الماء طايب، الا خاصها الملحه تزيدي لها شويه مليحه، والا هذا صافي انا ما زدتلهاش ديك الملحه اللي درت لها في الاول، زدت شويه ديال الملحه على الجهد اللي خصني ندير، صافي جاتني دابا مزيان ما غنزيدلهاش الملحه. وانتيا زيدي اللي بغى يدوق يدوق. دابا غير نص كاس الماء وردها التفويره الثالثه. دابا غنديرها التفويره الثالثه، وغادي نديرها في الطفور فوق الكسكاس، وفاش يطلعوا البخار منها يطلعوا شويه واحد ربع ساعه هكاك وطفي عليها. دابا من بعد ما طاب لي اللحم غادي نرمي الخضره، كنحيد اللحم والبصله ومريقه باش نديرهم الفوق فوق الخضره باش يجي كلشي بنين، كيجي كسكسو من داكشي. والمرقه راه ما غنزيدش، كنخلي غير ديك المريقه باش تجي المرقه خاطره، ونزيد عليها الحليب في الاخر، غنزيد عليها الحليب. غير تابعوني، انا غنرمي الخضره، غنرمي خيزو هو الاول، هو اللي كيهز الطياب، غنديرو من التحت. راه ما عزلتش انا الخضره، درت داكشي طبيعي وداكشي ديال الدار اللي كنديرو في ديورنا، خيزو من التحت، وندير بطاطا واللفت، وندير القرعه، وندير المكور وقريعه حمراء من الفوق، وندير الحاره، ونخوي عليهم داك اللحم والمرقه والبصله، ونديرهم يطيبوا ونرجع معاكم. بعد ما طابت لي المرقه والخضره واللحم وكل شيء، غادي ندير الحليب. ها هي البرمه الكوكوط غاليه، واني الحليب ما غنخليهش يغلى لحقاش الا غلى بزاف كيتقطع. دابا الحليب حتى تبغي تسقي وخلي العافيه هكا تحت الكوكوط، وديري الحليب صافي، وفاش تسالي الحليب يوطفي باش تسقي نيشان، كيجي زوين وزعمو عليه وغيولي عندكم معتمد. الله الله يا الله الله يا مولانا.
بعد ما طاب لي كسكسو غادي نطيحو في الكسعه وغندير له شويه ديال الزبده من النوع الممتاز، وغادي نطلقو. واللي كيدير السمن الحار يدير السمن الحار، اللي كيبغي السمن الحار يديرو. وغادي نطلقها ونرطبها بديك الزبده ونبدا نسقي. دابا غادي نسقي كسكسو ديالي، غادي نسقي الخضره واللحيمه والبرقاش كي جات بالحليب كتجي بنينه بزاف وكيجي زوين. زعموا عليه وراه ما غتندموش، وراه غيبقى عندكم كسكسو ديما هو المفضل في الدار. كنتمنى يعجبكم الكسكسو ديالي وينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بلي لايك وابوني باش يوصلكم الجديد ديالي، وبارطاجي مع العائلة، وشكرا.